لأطفال دولة الإمارات العربية المتحدة بصمة فريدة في العديد من المحافل والفعاليات التي تخص مستقبل الطفل الإماراتي. ضيفنا لليوم لم تقتصر مشاركاته على المستوى المحلي فحسب، بل شارك في العديد من المحافل الدولية أيضا ليتم تعيينه كعضو في البرلمان الإماراتي للطفل. الحديث أكثر عن هذا الموضوع في فقرة هنا الفجيرة. نعم مشاهدينا الكرام، مرحبا وياي بضيفي في الاستوديو ابن إمارة الفجيرة علي عبد العزيز العبدولي، وهو عضو في البرلمان الإماراتي للطفل. علي أهلا وسهلا فيك. أهلين. يا مرحبا بك والله. مرحبا. بداية، شو شعورك عندما حصلت على عضوية البرلمان الإماراتي للطفل؟ أولا أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمهم الدائم للطفل ولمشاركات مبادرات الطفل. وأشكر الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات على اهتمامها ودعمها للطفل. أولاً أنا سعيد لثلاث أسباب. السبب الأول اختياري لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل 2023، وأشكرهم على اختياري وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم. والسبب الثاني اختياري ضمن الوفد الإماراتي المشارك لتمثيل الإمارات في جمهورية الصين الشعبية ضمن برنامج الحزام والطريق الدورة السابعة مع النادي العلمي، ووجودي اليوم معاكم سبب كافي أني أكون سعيد. الله يسلمك. الله يسلمك وأنا أسعد أكيد. طيب، أبرز المهام اللي تقوم بها علي كعضو برلماني أنت شو هي؟ طبعا عضويتي أنا في البرلمان ما زالت حديثة، واعتذرت عن المشاركة الأولى اللي التقوا فيها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لوجودي في الصين للبرنامج للحدث العالمي. ولكن إن شاء الله دوري بيكون في البرلمان مناقشة قضايا الطفل مع أعضاء البرلمان، وأيضا دوري راح يكون في حضور والمشاركة في برامج وأنشطة البرلمان والتواصل مع الأطفال والاطلاع على آرائهم وأفكارهم. تونا هذا اللي أنا بسألك لها علي، شو خططك أنت في اللي حاطنها في بالك بأنك أنت تشارك فيها في البرلمان الإماراتي للطفل؟ شو طبعا أول شيء نتحاور مع الأطفال، نتواصل معاهم ونشوف آرائهم وأفكارهم. وثاني شيء الموضوع هذا جدا يهمني أني أترك فيه بصمة، واللي هو أهمية نشر الوعي، نشر أهمية المشاركة في العمل البرلماني لدى الأطفال مثل ما لاحظنا في السنوات الماضية في العملية الانتخابية للمجلس الوطني. كانت الأصوات جدا منخفضة مقارنة بالأصوات اللي موجودة في اللائحة. فأنا أحاول أني أوصل الفكر للأطفال منهم صغار أنهم يشاركون في العملية البرلمانية. جميل. طيب، ما المأمول من عضويتك في البرلمان الإماراتي للطفل؟ كل خير إن شاء الله. راح نناقش ونتحاور في قضايا الأطفال مع البرلمان، ونوصل آراء الأطفال ونناقشها ونشوف أفكارهم واللي راح تصب إن شاء الله في مصلحة الطفل، ونوصلها للجهات المتخذة القرار. طيب، خلني أرجع وياك ورا شوي يعني عن حديثك عن جمهورية الصين الشعبية وكنت في مهمة هناك أنت. خبرنا عن هذا المخيم اللي كان هناك تحديدا. طبعا كنت مشارك في برنامج الحزام والطريق الدورة السابعة. طبعا كل مرة يكون في دولة مختلفة. فهالمرة أنا مشارك مع النادي العلمي، فأشكر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى. عضو المجلس الأعلى. حاكم إمارة الفجيرة. الله يحفظه. على دعمه الدائم لأنشطة نادي الفجيرة العلمي، وأشكر الدكتور سيف المعيلي والأستاذ أحمد حسني والمهندس هينوك علي على ثقتهم فيني واختيارهم لي إني أمثل دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي. طبعا استفدنا جدا من هذا الحدث،
كنا قابلنا عدد من البروفيسورية والدكاترة وخبرونا عن تجاربهم في عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وحضرنا عدد من الورش والمحاضرات اللي فادتنا في مجال الفضاء وبناء الجسور والذكاء الصناعي وغيرها. انت شخصيا اليوم رحت الصين، شو استفدت؟ شو ابرز ما اكتسبته انت من مهارات وفوائد من خلال هذا المخيم والزيارة هذه؟ اذا تسمح لي اقول لك جدولنا اللي كان في الصين. طبعا اول يوم كان في ورشة كسر الجليد، واللي هو نتعرف على 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 الطلاب من دول مختلفة. طبعا كانت في اكثر عن دولة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في بينهم عرب كانوا بعدها، جزائريين وتونسيين. نعم. فإحنا كنا الخليجيين الوحيدين، فكانت هذه الفعالية عشان نكسر الجليد اللي بيننا ونتعرف على الطلاب الثانيين. جميل، هاي كسر الجليد يسمونها كسر الجليد، تبادل الثقافات، التعرف على بعض، الأمور كذي. نعم، حلوة. وفي اليوم الثاني زرنا مصنع تشانغان لصناعة السيارات، وتعرفنا فيه على كيفية صناعة السيارات من الألف للياء. نعم. وبعدها كان الافتتاح، واللي حضرناه أنا والوفد وعدد من وفود الدول الأخرى. نعم. واللي تعرفنا فيه على البروفيسورية وخبرونا عن تجاربهم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكان هناك بعض المهندسين اللي تعرفنا عليهم وعن تجاربهم في الحياة. وفي اليوم الثالث طبعا زرنا جامعة تشونغ تشينغ القديمة، وكانت وحضرنا بعض المحاضرات اللي تخص الفضاء واستكشاف الفضاء. فحضرنا بعض المحاضرات وعرفونا عن إنجازات الجامعة في علوم الفضاء، وعرفنا أن الجامعة هي أول من يزرع نبتة على سطح القمر، وزرعوها عن طريق نقل البذور باستخدام جهاز وزنه 3 كيلوغرام، ونقلوها من سطح الأرض لين سطح القمر وزرعوها في سطح القمر. وبعدها سووا لنا مثل أسئلة والمسابقات بعد ما قسمونا لفرق طبعا، وكان لي الحظ أني أجاوب من بين 50 شخص تقريبا، أكثر عن 50 شخص. تعلمت صيني هناك ولا شيء؟ تعلمت كلمتين حلوات. كلمتين، أنا أتوقع الكلمتين هاي اسم الجامعة واسم مصنع سيارات. لا نيهاو وشيشي بس. السلام عليكم وشكرا. يعطيك العافية. طيب، الله يعني. أبرز التحديات علي اللي أنت تواجهها يعني شو هي؟ طبعا دولة الإمارات الحمد لله مسهلة كل شيء، اللهم الحمد لله. فكوني طالب أنا في المرحلة الأخيرة من الثانوية يعتبر تحدي، لأن هذه هي المرحلة اللي تحدد المستقبل. فمن هذا المنبر أوجه نصيحة لكل الطلاب أنهم يجتهدون، فالقاع مزدحم ولا بد أنك توجد لك مكان في القمة. أكيد. جميل هذا المثل اللي قلت له، القاع مزدحم وجميل شو؟ ولا بد أنك تجد مكان في القمة. أنت. نعم. طيب، رسالتك الحقيقية اللي أنت تحب توجهها للأطفال الإماراتيين شو هي؟ طبعاً دولة الإمارات ما قصرت ووصلتنا لمرحلة ننافس فيها دول العالم، فواجب علينا إحنا كأطفال اليوم إن إحنا نحافظ على هذه الأمانة ويكون لنا دور في التطوير المستقبلي. نعم، يعطيكم العافية وأنتم قد هذه الأمانة إن شاء الله. الحلم اللي يسعى له علي في المستقبل شو هو؟ حلمك شو علي؟ طبعا حلمي او اسعى اني اكون في المجال السياسي، سواء كان في وزارة الخارجية ام في احدى او سواء في وزارة الخارجية او في احدى سفارات الدولة في الخارج. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يجعلك سفير ان شاء الله اذا انت امنيتك تكون سفير. ان شاء الله. علي، أنا تشرفت بك، يعطيك العافية. تشرفني. وإن شاء الله أتمنى أني أنا أشوفك أكيد في لقاءات أخرى قادمة في الفجيرة. تجمعنا علي عبد العزيز العبدولي، عضو في البرلمان الإماراتي للطفل. شكرا جزيلا لك.